السلام عليكم. تحديث جديد للواتساب الكل يبحث عنه. طبعا التحديث راح يكون متوفر لجميع الأنظمة سواء كانت الأندرويد أو الأي أو إس. طبعا هاي التحديث وصل لأغلب الأجهزة، وبالنسبة للأجهزة اللي ما وصلها التحديث راح يكون بإمكانه إما ينتظر أو يعمل تحديث للتطبيق الواتساب الخاص فيه من المتجر. طبعا هي الميزة الجديدة اللي أضافتها الواتساب من حوالي أسبوعين، طبعا تتمثل بالرسائل ذاتية الاختفاء. يعني على سبيل المثال، بعثت رسالة لأحد الأشخاص وفعلت الميزة الرسائل ذاتية الاختفاء. من خلال هالميزة بإمكان يعني الرسائل اللي بعثتها لأحد الأشخاص الرسالة راح تختفي بشكل تلقائي أوتوماتيكي، راح تختفي بشكل أوتوماتيكي بعد حوالي أسبوعين. كيف هلا راح نتعلم كيف فينا نفعل هاي الميزة؟ طبعا هلا راح نفوت على تطبيق الواتساب الخاص فينا. طبعا هلا بعد ما فوتنا على التطبيق راح نختار أحد الأصدقاء. طبعا عشان تفعل هاي الميزة ما فينك تفعل الميزة لجميع جهات الاتصال، المفروض عليك إن تفوت على كل جهة اتصال وتفعل هاي الميزة. هلا على سبيل المثال بدي فعل هاي الميزة للصديق اللي عندي موجود عندي هون. هذا الصديق بدي فعل هاي الميزة الرسائل ذاتية الاختفاء. هلا راح افوت على هاي الدردشة. هلا بعد ما افوت على هاي الدردشة راح افوت على هون، اضغط على اسم جهة الاتصال، ضغطه هون. هلا بعد ما ضغطت هون راح انزل لتحت بنزول، وراح نشوف انه في ميزة جديدة اسمها الرسائل ذاتية الاختفاء. هون عم يعطيني ايقاف. هلا على سبيل المثال بدي شغلها، راح اكبس هيك ضغطة هون، فعم يطلع عندي لوحة على الشكل التالي: سيؤدي تشغيل هذا الإعداد إلى اختفاء الرسائل الجديدة من هذه الدردشة بعد 7 أيام، وسيظل بإمكان متلقي الرسائل حفظ هذه الرسائل في مكان آخر. يعني عم أخبرك إنه الرسائل اللي لما تفعل هاي الميزة، الرسائل اللي راح تبعتها للطرف الثاني راح تنحذف من عنده بعد حوالي 7 أيام. هل عشان نفعل هاي الميزة راح أكبس على كلمة تفعيل. هلا بعد ما نكبس على كلمة تفعيل وبعد نرجع برجوع على المحادثة نفسها. هلا لما تبعت رسالة للصديق، طبعا الصديق هي الرسالة عنده راح تنحذف بعد حوالي أسبوع، طبعا راح تنحذف الدردشة بين الطرفين. طبعا هي التحديث كان ببساطة. هلا على سبيل المثال بدي ألغي هي التحديث، بدي ما بدي لأنه الرسائل تنحذف بعد حوالي أسبوعين. كمان نفس الطريقة بإمكاني فوت على اسم جهة الاتصال على نفس الشيء. حيطلع عندي هون انه الرسائل ذاتية الاختفاء عندي هون مفعلة، بس اضغط عليها واعمل ايقاف تشغيل عشان انه ايه اعمل ايقاف لها الميزة. طبعا هي كان كل شيء متعلق بالميزة الجديدة المتعلقة بالرسائل ذاتية الاختفاء في الواتساب. طبعا درسنا هذا ان شاء الله تعالى بيكون انتهى، ونشوفكم درس قادم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.